هلا زد يعني لازم احسب فاي قبل ما اقدر احسب بي، لانه انا مش عارف ايش فاي اللي هون، مش عارف ايش فاي اللي هون. ايش اللي بقدر احسب بي لها هلا؟ هذا الجزء بالضبط، هذا الجزء بقدر احسب له هلا. بس انا مش هذا اللي بهمني، مين اللي بهمني اكثر؟ ليش بهمني الاير جاب؟ لانه عندها راح يصير الفورس والتورك، ها عندها راح يصير الاشي اللي بهمني. هون راح يكون في الانترفيس، راح نحط فيه كوندكترز واعمل مثلا تورك او اعمل جنريشن. اذا حتى نطلع هلا فاي ليفت مثلا، فاي ليفت مين بهمني اي فاي؟ لما بدي احسب فاي ليفت، لما بدي احسب فاي هون باخذ اي ريلاكتنس؟ هاي ريلاكتنس، الريلاكتنس تبعت اللي هي 3 و4 مظبوط. فبدي اجمع 3 و4 اللي هي 90 و77، فبتصير عندي 90.1 زائد 77.3 على مجموعهم، مجموع الأربعة اللي هم 1 و2 و3 و4 اللي هاي زائد هاي زائد هاي زائد هاي، اللي هي بتطلع عندي 90 و77 و90 و180. راح أحطهم هون 90 و77 و90 و108. هلا هاي بإيش بدي أضربها؟ بدي أضربها بفاي، بفاي الكلية، فاي توتال. إذا فاي ليفت، إذا القانون بقول انه فاي الكلية التوتال اللي حسبناها هون راح تتوزع انفيرسلي للريلاكتنس اللي موجود في اللم. لم ايش يعني كلمة لم؟ لم معناها باللغة طرف، بس هذه بنسميها لم، ال اي ام بي، وهي بنسميها لم. اذا بتتوزع بشكل عكسي فهذه بصير عندي هلا التوتال فلوكس كان عندي 3.3 ملي ويبر، فبطلع معي الجواب 0.0229 ويبرز، أو 1.2329 ملي ويبرز. هلا ممكن أكمل وممكن إيش أعمل؟ أطرح، تمام؟ فبصير عندي فاي رايت بيساوي 3.3 ناقص 2.29، وهذا بعطيني بوينت، أنا آسف أنا كتبت الرقم الغلط هون، هذا 0.193 آسف. 1.93 اللي هو 1.93، وتبصير عندي هذا -1.93 بعطيني 2.29 هاي 137 لازم تكون طرف. اوكي هاي بتقول لازم تكون 137 حد يتاكد من الارقام مظبوطه. عندي 3 و3 بالعشرة، 2 و3 بالعشرة، مظبوط في غلط في الرقم هون. انا قلت لكم من الحل اللي موجود هون، اكل حل انتم بتتاكدوا من الرقم اللي موجود هون. انتم بتقولوا هذا 1.37 طيب، وهذا الضرب مظبوط. اذا ضربت هون 3.3 ملي ويبر، في هاي النسبة على هاي النسبة. بس هاي النسبة، هاي نسبة R 3 زائد R 4 على R 1 و2 و3 و4، مش 5، ما بدخل 5. أنا عمالي بقول كيف بدهم يتوزعوا بالنسبة للمقاومتين اليمين والشمال، الريلكتنس اليمين والشمال. هلا ما دام صار عندي فاي ليفت وفاي رايت، إيش بقدر أعمل؟ بنطلع بي ليفت وبي رايت. فبي عندي بي ليفت، لكن اللي بنتبه على شغله الاريا، اي اريا بياخذ في الاير جاب؟ الاريا اللي مع الفرنجينج، الاريا اللي باخذها هون اي وحده، ما باخذ الوجه اللي موجود هون، باخذ الفرنجينج اريا. فبدي اكبر الاريا بمقدار قديش؟ 1.05. شو بيعمل هذا في بي؟ بنزلها شوي، بنزلها بواحد على 1.05. فهذه راح تكون تساوي بي ليفت بيساوي 5 ليفت على 0.07 تربيع في 1.05. ايش الوحده راح تطلع؟ تسلا وبي، طبعا هذا بي ليفت في الاير جاب، وبي رايت في الاير جاب راح يساوي 5 رايت على 0.07 تربيع في 1.05، وهي راح تعطيني تسلا. كانه في خطا هون عندنا بالارقام، كانه هاي بتطلع الاول، ايش
شيء واحد ونص يعني مش واحدة. طيب انتوا تأكدوا من الأرقام اللي هون، أنا كأني عمالي بنقول بس انتوا فاهم. أيوة يا يوسف تطلع 1.51. هاي تطلع 1.59. طيب خلينا نصححها 1.51 ولما بطرحها 1.51 شو بيطلع معي هون؟ 1.79. اوكي الجواب النهائي 1.59 1.7 مضبوط هيك؟ اوكي نعم 5-1 اوكي ماشي واضح اللي حليناه هون؟